الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالعمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء تماما في أقرب وقت ممكن. مدبولي يؤكد الالتزام بخطة إنهاء انقطاع التيار الكهربائي بنهاية العام ويعرب عن اعتذار الحكومة عن مشكلة انقطاع الكهرباء. الصحة العالمية تقول إن إغلاق معبر رفح حالة دون إجلاء 2000 مريض على الأقل من غزة، والأونروا تشدد على ضرورة خروج الأطفال للعلاج. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد مصدر رفيع المستوى أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال. وأوضح المصدر أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن اعتذار الحكومة عن مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال. وخلال مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى إدراك الحكومة ما قد يعانيه المواطن جراء تخفيف الأحمال، لافتا إلى وضع الحكومة خطة لإنهاء تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري. مرة أخرى أجدد اعتذار الحكومة عن موضوع قطع الكهرباء، وهذا الموضوع الحقيقة موضوع يعني شديد الصعوبة علينا كمسؤولين، زي ما لأن احنا حاسين تماما بمعاناة المواطن المصري بموضوع قطع الكهرباء أي كانت مدة القطع، لأن طبيعي أن الكهرباء النهاردة بقت شيء أساسي في حياة كل المواطنين، وإحنا مقدرين تماما يعني. وأنا بتجيلي على المستوى الشخصي الحقيقة شكاوى واستغاثات من مواطنين كثيرين بيبقى أحيانا عندهم ظروف معينة وبيقولوا إن موضوع قطع الكهرباء ده سواء لظروف صحية، تقدم العمر، ظروف إنسانية، بيبقى الموضوع شديد الصعوبة عليهم. وبالتالي يمكن كل ده معاه كمان امتحانات الثانوية العامة اللي أبنائنا النهاردة بيمتحنوها، فيمكن عشان كده أنا عارف كويس قوي مدى معاناة المواطنين والأسر المصرية من موضوع قطع الكهرباء بصفة عامة، واللي حصل بالذات امبارح الحقيقة، وده يمكن اللي أنا حابب إن أنا هشرحه بالتفصيل علشان المواطنين يعرفوا إيه اللي حصل امبارح. الحقيقة إحنا على مدار لما حصلت مشكلة الكهرباء وبدأنا موضوع قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال وأعلننا إنها هتكون في حدود 2 ساعة يومياً، وأنا الحقيقة مع زملائي الوزراء شغلنا الشاغل إزاي نخرج من هذه الأزمة بصورة نهائية. ويمكن كنت أعلنت في فترة سابقة إن إحنا بالفعل حطينا خطة إن إحنا هننهي بالكامل مشكلة تخفيف الأحمال إن شاء الله على نهاية هذا العام، عام 24. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيادة استهلاك الكهرباء تسببت بضغط على الموارد الدولارية للدولة لتوفير الكهرباء على مدار اليوم. وخلال المؤتمر الصحفي نفى مدبولي وجود أي أزمة في توليد أو نقل وتوزيع الكهرباء، لافتا إلى أن الأزمة تكمن في توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. مع الزيادة اللي بتحصل في عملية الاستهلاك ومعدلات الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة اللي حصلت في البلد وزيادة السكانية وكل الكلام ده، بقى هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية علشان ندبر الحجم المطلوب عشان نضمن ان احنا نشغل الكهرباء على مدار 24 ساعة. احنا ما عندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات، ولكن هي مشكلة تدبير الوقود. محطات الكهرباء بتشتغل على مكونين أساسيين، المازوت والغاز الطبيعي. فالحقيقة يمكن احنا حاطين الخطة بتاعتنا على أساس ان احنا فعلا نحاول نفضل ملتزمين بموضوع الساعتين الانقطاع ان شاء الله على الهدف ان احنا قبل نهاية هذا العام نكون بنتوقف تماما عن موضوع تخفيف الأحمال، لأن عارفين ان هو مش فقط بيمس المواطن ولكن أيضا بيمس القطاعات الأخرى، قطاعات الصناعة وقطاعات الاستثمار، وبنبقى واعيين تماما وبنبقى يعني مش عايزين على الإطلاق إن أي مصنع يتضرر أو يتأثر
من موضوع إيقاف الغاز ليه بسبب هذه الأزمة الموجودة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء اعتزام الدولة استيراد 300 ألف طن من المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء. السيد وزير البترول عرض علي أنه محتاج أن هو يزيد من الاحتياطات الاستراتيجية للمازوت. إحنا عندنا احتياطات موجودة، الاحتياطات دي بنستخدمها للمناورة ما بين المحطات وبعضها البعض، ولكن تحسبا للحرارة الكبيرة جدا اللي احنا ممكن نكون متوقعينها انها تحصل، طلبت من سيادته ان هو يزيد من حجم هذه الاحتياطيات عشان يبقى عندنا احتياطيات اضافية. فهو طلب ان احنا ندبر او نستورد 300,000 طن مازوت اضافيين غير اللي عندنا، ودول قيمتهم لوحدهم 180 مليون دولار. وتم الموافقة الفورية من 48 ساعة لسيادته، ووجهت السيد وزير المالية دبرهم امبارح المعادل ليهم بالجنيه المصري. ابتدى معالي وزير البترول يتعاقد بالفعل على ال 180 مليون دولار وال 300,000 طن مازوت، وهيبداوا يوصلوا مصر ان شاء الله مع بداية الاسبوع القادم. We'll be right back.
هذا وقد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة. وخلال الاجتماع أكد مدبولي إدراك الحكومة لأبعاد مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، لافتا إلى وجود الدولة أو جهود الدولة بمختلف أجهزتها المعنية للعمل على إنهائها في أقرب وقت ممكن. كما أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مضيفا أن الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة. تعهدت الحكومة أمام مجلس النواب بأنه سيتم تقليل تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من الأول من يوليو. جاء ذلك في تعقيب للحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث ألقى عدد من النواب بيانات عادلة بشأن مشكلة تزايد انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بإيجاد خطط وحلول بديلة لمواجهة ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومزامنة ذلك مع امتحانات الثانوية العامة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا. دكتور علي، بعد التحية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، الآن الحكومة اجتمعت لبحث أزمة انقطاع الكهرباء واتخذت العديد من القرارات، على رأسها البدء الفوري لاستخدام شحنات من المازوت والغاز الطبيعي بصورة فورية، توفير سيولة دولارية. كيف ترى تلك الجهود لمواجهة تلك الأزمة يعني التي ربما نواجهها بهذا الشكل لأول مرة؟ طيب، يعني هي الأزمة يعني تكاد تكون معروفة من فترة كبيرة، لأن من الخطأ أن احنا نعتمد على الغاز الطبيعي تقريبا 60% في تشغيل محطات الكهرباء، وده أكبر خطأ يعني. وعشان كده وزارة الكهرباء عارفة الموضوع ده وحضرت له أن هي في الخطة بتاعتها لا تعتمد اعتماد كلي على الغاز، وهتعتمد اعتماد كلي على الطاقة المتجددة. وزي ما شفنا احنا عندنا محطة بنبان طاقة شمسية، وعندنا محطات طاقة، وعندنا في كومومبو، وعندنا محطات رياح في جبل الزيت وفي الزعفرانة وفي راس غارب وجنوب راس غارب، اخر واحدة كانت في جنوب راس غارب. فخطة وزارة الكهرباء ان هي تعتمد على الطاقة المتجددة اللي هي طاقة رياح وطاقة شمسية، ولا تعتمد اعتماد كلي على الغاز، لان الغاز في سبيله الى يعني الانتهاء يعني. لان اي احنا بنعتمد اعتماد كلي على الغاز، انتاج الغاز في مصر كان 5.7 مليار قدم مكعب في اليوم، لما حصل انتاج الغاز بتاع حقل زهر قل، لان احنا بنعتمد بس دكتور علي اللي بتقوله حضرتك ده يعني بيعتمد على خطط طويله الاجل، يعني التوجه نحو الطاقه المتجدده ليس مساله يعني سهله التحقيق بين يوم وليله، ولكن هي خطط طويله الاجل بتعملها الحكومه علشان يكون في بديل او يعني اتجاه في فترات زمنيه بعيده. اما على المستوى الحالي اللي احنا فيه النهارده، ايه مشكله الغاز الطبيعي وجهود الدوله في مواجهه هذه الازمه؟ ما بنتكلم بنقول ان الغاز يعني في خطوره من استخدامه، لان الغاز ممكن يقل، واللي حصل ان هو قل معايا يعني. ده من ضمن اداره المخاطر، انا بعرف ايه المخاطر اللي ممكن نواجهها. من ضمن المخاطر ان الغاز ممكن يقل في اي لحظه، وده حصل. يعني ممكن العمله يعني الصعبة. المشكله لها علاقه بالغاز ولا بتوفر العمله الدولار؟ ما هقول لك بقى. وفي نفس الوقت جاء مع الغاز قل، وفي نفس الوقت جاء مع في وقت ان احنا عدم توفر العمله الصعبه، لان انت عاوز تشتري غاز بديل توفي الكميه اللي قلت غاز مصر. احنا كنا مصدر غاز، وبعض الدول زي اسرائيل كانت بتورد لنا غاز،
حصل ان الدول دي الغاز بتاعها برضو قل نتيجة لحاجات معينة، فانت الغاز اللي عندك لا يكفي، ما يكفيش ان المحطات تشتغل كلها. انت عندنا محطات كتير، عندنا محطات كهرباء كتير، لدرجة المحطات الكهرباء دي لو اشتغلت كلها بتكفي الاحمال مرتين ضعف، يعني مش هيبقى في انقطاع ابدا. لكن عدم وجود غاز ادى الى ان احنا نقطع الكهرباء عشان نوفر، لان يعني ما عندناش غاز. طب دكتور علي دلوقتي، طب في يعني قرار رئيس الوزراء باتجاه الدوله لاستيراد 300,000 طن مازوت بشكل فوري للتغلب على هذه المشكله، يعني الى اي مدى هذا الحل ممكن يؤدي الى يعني حل جذري بشكل فوري مسألة انقطاع التيار الكهربائي؟ تمام، يعني استيراد المازوت واستيراد الغاز المسال. احنا عندنا خلال شهر يوليو وأغسطس سبتمبر هتيجي 17 شحنة غاز مسال، 6 شحنات 6 وبعدين 5 شحنات في سبتمبر، بحيث ان على الاسبوع الثالث من يوليو ما يبقاش عندنا انقطاع كهرباء خالص. لو كمان في وحده لتغويز الغاز، لان الغاز المسال بيجي مسال عاوزين نغوزوه عشان التغويز عشان يطلع غاز ويتحط في شبكه الشبكه بتاعه الغاز المصريه تقوم تروح للمحطات الكهرباء وتشتغل. طب دكتور علي، ارتفاع الحراره الشديد هذه الايام هل له ايضا تاثير على يعني التحميل على الاجهزه وبالتالي زياده استخدام الطاقه؟ طبعا، ده كل ما الحراره ترتفع كل ما الناس بتشغل التكييف، وبالتالي الاحمال بتزيد، سواء التكييف بس مش في البيوت، ده التكييف في النوادي والتكييف في حتى في الجوامع، يعني التكييف شغال النهارده. فكل ما تزيد الحراره كل ما التكييف يشتغل كل ما الاحمال تزيد، بس دي مش معناها ان انا ما عنديش محطات تكفي الاحمال الزياده، لا عندي محطات تكفيها بس عاوزين غاز. المشكله في الغاز، مشكله في العمله الصعبه، بس هي دي المشكله. فلما يجي الغاز ويجي المازوت مش هيبقى فيه مشكله خالص. اشكرك يعني اشكرك جزيل الشكر دكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئه المحطات النوويه سابقا، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف مبادرات دعم الصادرات المصرية. وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلا عن تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين وتوفير الحوافز الاستثمارية. وفي ختام الاجتماع أكد مدبولي على سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة بأسرع وقت. بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سهى جندي المستجدات بشأن مختلف ملفات عمل وزارة الهجرة، بما فيها مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف التدريب من أجل توظيف وتوفير مزايا وخدمات للمصريين بالخارج. خلال اللقاء جرى استعراض آخر الترتيبات الجارية لإطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج، والمقرر انعقاده على مدار يومين الرابع والخامس من أغسطس المقبل، موضحة أن المؤتمر من المقرر أن يشهد حدثين مهمين هما إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتضمن كافة الخدمات والمحفزات المختلفة المقدمة لهم، كذلك أيضا إطلاق صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه ويوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين بالخارج.
أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تقديره للجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، معربا عن تطلعه لتطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتبة الأمم المتحدة في فيينا غادة والي. ومن جانبها أشادت والي بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية، حيث توجهت بالشكر للحكومة على التنسيق الوثيق خلال الفترة الماضية من أجل إطلاع مكتب الأمم المتحدة على احتياجات الجهات المصرية في مجال الدعم الفني. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على دعم الشراكة القائمة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك قيامها بدور فعال في لجنة المخدرات ولجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. خلال اجتماعه مع وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، أعرب شكري عن رضاء مصر عن الخطوات والمبادرات التي قامت بها المديرة التنفيذية منذ توليها مهام منصبها في فبراير من عام 2020 بهدف تنشيط عمل المكتب. ومن جانبها أكدت غادة والي حرص المكتب على تنفيذ مشروعات ذات تأثير تعزز من قدرات الدولة المصرية على مواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد من الشخصية العامة والإعلاميين إلى مشروع القومي العملاق لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بمنطقة توشكا جنوب مصر. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإبراز الإنجازات التي تحققت بجهود وسواعد أبناء الشعب المصري في مختلف القطاعات. تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإبراز الإنجازات التي تحققت بجهود وسواعد أبناء الشعب المصري في مختلف القطاعات، نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين إلى المشروع القومي العملاق لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بمنطقة توشكا جنوب مصر، والذي يبلغ مساحته 400 ألف فدان وستصل إلى 600 ألف فدان بنهاية عام 2025. واستمع الوفد إلى شرح مفصل من اللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، تضمن المرحلة الحالية والمستقبلية للمشروع وما حققه من زيادة رقعة مصر الزراعية وإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة تسهم في تحقيق طفرة في مجال الأمن الغذائي. وتفقد الوفد عددا من المراحل المختلفة بالمشروع معربين عن اعتزازهم وتقديرهم للجهد الذي يبذله القائمون على العمل في ظل الظروف المناخية شديدة الصعوبة، والذين أكدوا على استعدادهم الدائم للتضحية والعطاء من أجل بناء مستقبل مصر بسواعد أبنائها المخلصين. وفي ختام الجولة قدم الوفد الشكر والعرفان للقوات المسلحة على تنظيم الزيارة وما تقوم به من جهود بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لدعم مقومات التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين في وطن آمن مستقر رغم كل ما يدور حوله من صراعات ومتغيرات. مش حاجة مستحيلة تقدر علينا. امسك في حلمك وخلي
إن سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجرد كاج. وأعرب شكري خلال الاتصال عن رفض مصر لاستيلاء بعض العناصر على المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى رفح الفلسطينية وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بحمايتها وضمان وصولها إلى مستحقيها. وذكرت الخارجية في بيان لها أن الاتصال جاء في إطار حرص المسؤولية الأممية على التشاور مع مصر قبل تقديمها لإحاطتها الشهرية لمجلس الأمن خلال تناول الاتصال، وذلك تناول الوضع الإنساني في غزة في ظل المعوقات التي تضعها إسرائيل على دخول المساعدات وتزايد حدة الكارثة الإنسانية في القطاع. قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع مصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن أوضحت جرينفيلد أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يمثل عقبة أمام حل الدولتين. ومن جانبه قال المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن الأعمال العدائية المتواصلة على قطاع غزة تعتبر مصدر قلق بالغ، مشيرا إلى أن ضرورة معالجة الظروف المهددة للحياة والتي تواجه حوالي 1,700,000 مشرد داخلي بسبب عدم وجود مكان آمن. وأعرب عن قلقه البالغ جراء الهجمات الفتاكة التي تشنها قوى الاستيطان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. يأتي هذا فيما وصف المندوب الروسي بمجلس الأمن حجم العنف الصادر من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالأمر الصادم. رائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع كأسلوب حرب والنقل للفلسطينيين بالقوة ومعاملتهم معاملة لا إنسانية. انتهى الاقتباس. الهدف من هذه الوحشية واضح، نكبة أخرى. نعم، السلطة القائمة بالاحتلال تهدف إلى تدمير غزة وتهجير شعبها، وقد صرح وزير إسرائيلي واقتبس: لا نريد حكم شعب غزة، ولكننا كذلك لا نستطيع أن نعيش إلى جانب الدولة من الحيوانات البشرية. انتهى الاقتباس. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الدبلوماسية هي أفضل طريق لتفادي التصعيد بين لبنان وإسرائيل. وخلال اجتماع في فيرجينيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت عدد أيضا من المسؤولين الإسرائيليين، شدد أوستن على دعم إسرائيل عسكريا مع ضرورة حماية المدنيين في غزة وعودة المحتجزين الإسرائيليين. وذلك من جانبه أيضا أكد جالانت مواصلة العمل للتوصل لاتفاق بشأن الجبهة الشمالية، لافتا إلى جاهزية إسرائيل لأي سيناريو في مواجهة حزب الله اللبناني.
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى مع وزيرة الخارجية الألمانية آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية وسبل وقف الحرب على الشعب الفلسطيني وتعزيز الجهد للإغاثة في قطاع غزة. وخلال اللقاء قال مصطفى إن تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير هو بداية جيدة من أجل الوصول لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة في المرحلة الأولى والتي هي أولوية قصوى. من جانبها أكدت أنالينا بيربك أهمية استمرار الجهود الأمريكية والأوروبية والعربية المشتركة للوصول إلى حل للصراع وحل الدولتين وبذل بلادها الجهود من أجل إفراج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية المحتجزة. هذا وقد أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربك عن مساعدات إضافية لغزة بقيمة 19 مليون يورو. وخلال زيارتها إلى القدس قالت إن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون تشهد تزايدا ملحوظا وتعمل على نشر الخوف والرعب في الضفة الغربية مع تعميق الكراهية. In Gaza ist kaum noch ein Gebäude intakt. Suchen die Menschen verzweifelt in einem Trümmerfeld Schutz. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى 37,658 شهيدا فضلا عن 86,237 مصابا منذ 7 أكتوبر من عام 2023. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد المدنيين في القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة، أسفرت عن وصول 32 شهيدا و 139 مصابا إلى المستشفيات. أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن إغلاق معبر رفح البري حال دون إجلاء 2000 مريض على الأقل من غزة. وأضاف أدهانوم أن أكثر من 10,000 شخص يحتاجون إلى عمليات إجلاء طبي خارج قطاع غزة من بينهم أطفال. مركز إعلام الأمم المتحدة سلم فريق من الصحة العالمية وشركاء إمدادات طبية لتغطية الاحتياجات الصحية لنحو 20,000 مريض في مستشفى الأهلي والصحابة في قطاع غزة، بالإضافة إلى 19,000 لتر من الوقود. ومن جهة أخرى حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن القيود المفروض على الوصول والمخاوف الأمنية لا تزال تعوق جهود توسيع نطاق المساعدات الغذائية في القطاع، مما يؤثر على مئات الآلاف من المحتجزين. قال المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني إن 10 أطفال تقريبا يفقدون ساقا أو ساقين يوميا في قطاع غزة، موضحا أن هذه الأرقام لا تشمل الأطفال الذين خسروا أيدي أو أذرعا، ما يؤكد ضرورة خروج هؤلاء الأطفال من قطاع غزة. خلال مؤتمر صحفي أضاف لازاريني أن الفوضى تعم قطاع غزة مع تشكيل عصابات للتهريب، مما يزيد من الصعوبات في إيصال المساعدات، وأن انهيار القانون والنظام في غزة شكل صعوبة في إيصال المساعدات، مؤكدا أن الوكالة في الوقت الحالي تملك ما يكفي لتمويل العمليات حتى نهاية أغسطس المقبل، مشيرا إلى ضرورة توفير آليات لحماية الموظفين والعاملين في المجال الإنساني من الاستهداف الإسرائيلي المتعمد. We are confronted.
تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل ملف المساعدات الإغاثية المختلفة التي تنقل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه المجهودات المصرية المختلفة الخالصة التي بدأت بنقل المساعدات من القاهرة من داخل جمهورية مصر العربية، والتي أيضا استقبلها الهلال الأحمر المصري عن طريق المطارات المختلفة، وتحديدا مطار العريش الدولي أو حتى ميناء العريش الدولي. كل هذه المساعدات كانت تأتي تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية إلى الأشقاء الفلسطينيين، لكن قوات الاحتلال دائما ما تعرقل دخول هذه المساعدات بعدد من الحجج المختلفة. خلال الفترة الأخيرة منذ شهر مايو الماضي، منذ أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني، منعت دخول المساعدات الإغاثية إما من معبر رفح الفلسطيني أو معبر كرم أبو سالم. لكن المجهودات المصرية لم تتوقف في تجهيز هذه المساعدات من خلفي، واستمرار تحركها من الأماكن المختلفة وتوجهها إلى الأشقاء الفلسطينيين. بالطبع قصف قوات الاحتلال للأماكن المختلفة في قطاع غزة أدى إلى منع وصعوبة دخول هذه المساعدات حتى إذا دخلت، ولكن قوات الاحتلال بشكل عام تمنع دخول هذه المساعدات من معبر كرم أبو سالم، من معبر رفح الفلسطيني، وحتى إذا دخلت تعرقلها بمنع الأونروا من توزيع هذه المساعدات. المفوض العام للأونروا تحدث عن قطاع غزة أن بعض هذه المساعدات التي دخلت، وهي عددها قليل جدا خلال الأيام الماضية، تم إما منعها من الوصول لشمال قطاع غزة، وهذا ما يؤدي إلى وصول شمال قطاع غزة إلى حالة المجاعة بالنسبة للأشقاء الفلسطينيين حسب الأمم المتحدة و اليونسكو أيضا. وفيما يتعلق بالأطفال فقد مات بالفعل عدد من الأطفال الفلسطينيين جوعا، وهذا هو ما تقوم به قوات الاحتلال خلال الفترة الماضية. ولكن أيضا المفوض العام للأونروا يتحدث عن أن بعض هذه المساعدات تم وقفها في منتصف الطريق، وتم الهجوم عليها، وتم منعها، وتم الاستيلاء عليها في بعض الأحيان. كل هذا يمنع وصول المساعدات. أيضا استمرار لمسلسل الإبادة الجماعية التي تنتهجه قوات الاحتلال بحق الأشقاء الفلسطينيين. المفوض العام للأونروا تحدث عن مقتل ما يقرب أو تحديدا 200 من موظفي الأونروا والأمم المتحدة والمنظمات داخل قطاع غزة بسبب استهداف قوات الاحتلال للمنظمات الأممية التي تعمل على تخفيف وطأة الحرب والإبادة الجماعية التي تحدث بحق الأشقاء الفلسطينيين. كل هذه الصورة لا تختلف منذ أيام. اليوم لم تدخل أي من شاحنات المساعدات على الإطلاق عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية أو حتى معبر كرم أبو سالم، ولكن هذا لا يمنع استمرار توقف هذه الشاحنات للدخول عبر بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اللحظة الأولى، بالإضافة لأربع شاحنات من المواد البترولية وتحديدا الغاز دخلوا بالفعل في اتجاه معبر كرم أبو سالم. هذا هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم. السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مسؤول إسرائيلي كبير يقول إن تل أبيب ستقضي الأسابيع المقبلة في محاولة حل الصراع مع حزب الله دبلوماسية. قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن إسرائيل ستقضي الأسابيع المقبلة في محاولة حل الصراع مع حزب الله اللبناني، مضيفا أنها تفضل الحل الدبلوماسي. وأضاف أيضا أن هناك إجماعا إسرائيليا بشأن تغيير الواقع قرب الحدود مع لبنان. وفي سياق آخر لفت إلى أن إسرائيل تبحث مع الولايات المتحدة الجهود المشتركة لإيجاد بديل لحل حماس في قطاع غزة. أفادت مجلة بوليتيكو الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن على حزب الله ألا يعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع منع إسرائيل من مهاجمته. وأكد المسؤولون بحسب المجلة أن واشنطن ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا نفذ حزب الله ضربات انتقامية. وتوقع المسؤولون ارتفاع معدلات خطر اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.
عقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعه الأول بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة. وأصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتعيين المهندس خالد عبد العزيز رئيسا لمجلس أمناء التحالف الوطني، وتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف. وتم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيدا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها. اعتمدت وزارة الثقافة خطة معارض الكتاب التي تنفذها الهيئة العامة للكتاب خلال فترة الإجازة الصيفية في المحافظات، وتضم 7 معارض في عدد من المحافظات. أوضحت الوزارة أن خطة المعارض تنطلق الخميس المقبل بمعرض الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ويستمر حتى 4 يوليو المقبل. يعقبه معرض بورسعيد 7 للكتاب في الفترة من 18 وحتى 27 من يوليو المقبل، ثم معرض رأس البر 5 للكتاب بمحافظة دمياط في الفترة من 8 وحتى 17 من أغسطس المقبل، ومعرض السويس 2 للكتاب في الفترة من 28 من أغسطس وحتى 2 من سبتمبر المقبل. كما جاري تجهيز لتنفيذ عدد من المعارض بشمال وجنوب سيناء. أنشأت مصر مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان. وتعمل مصر جاهدة في دعم كافة جهود التنمية في الدول الإفريقية بوجه عام ودول حوض النيل على وجه الخصوص، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. برزت قضايا المياه والتغير المناخي كأحد أكبر التحديات التي تواجه العديد من الدول، خصوصاً تلك الواقعة في مناطق حساسة مناخياً مثل دول حوض النيل. ومن هنا جاء التعاون بين مصر وجنوب السودان في مجال التنبؤ بالفيضان كخطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الموارد المائية المستدامة. خلال الأعوام السابقة عانت دولة جنوب السودان الشقيقة من آثار الفيضانات التي طالت تأثيراتها أكثر من 900,000 شخص بشكل مباشر، حيث جرفت المياه المنازل والمواشي وأجبر الآلاف على الفرار، وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، مما أدى إلى تردي الحالة الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، كما أدت إلى تلويث مصادر المياه وخطر تفشي الأمراض. ومن هنا جاء التعاون بين مصر وجنوب السودان في مجال التنبؤ بالفيضان، حيث تم إنشاء مركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية بالإضافة لشراء الأجهزة وبرامج التنبؤ خلال الشهر الجاري يونيو 2024 كخطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الموارد المائية المستدامة. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تحسين القدرات التنبؤية من خلال تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، حيث يمكن للدولتين تعزيز قدراتهما في مجال التنبؤ بالفيضانات وتخفيف آثارها. حماية البنية التحتية تساهم القدرة على التنبؤ المبكر بالفيضانات في حماية المنشآت الحيوية والجسور. تعزيز الأمن المائي من خلال إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة وفعالية. تقنيات التنبؤ بالفيضان. نماذج المحاكاة الحاسوبية تستخدم لتحليل الأنماط المناخية وتوقع حركة المياه. الأقمار الصناعية توفر صوراً دقيقة للمسطحات المائية والتغيرات المناخية. شبكات الاستشعار الأرضية تساهم في جمع البيانات الميدانية بشكل مباشر. دور مصر في التعاون: تقديم الدعم الفني والتقني
يتضمن ذلك توفير الخبراء والمختصين في مجال الهيدرولوجيا وإدارة المياه، بناء القدرات ونقل التكنولوجيا من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتأهيل الكوادر من جنوب السودان، تبادل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التنبؤ بالفيضان وإدارة الموارد المائية. فوائد المشروع لدولة جنوب السودان: تقليل الخسائر البشرية والمادية من خلال التنبؤ المبكر بالفيضانات واتخاذ الإجراءات الوقائية، تحسين جودة الحياة من خلال إدارة الموارد المائية بشكل مستدام وضمان توفر المياه للشرب والزراعة، تعزيز العلاقات الثنائية. يمثل هذا التعاون نموذجاً للتكامل والتعاون الإقليمي بين مصر وجنوب السودان. إن التعاون بين مصر وجنوب السودان في مجال التنبؤ بالفيضان يعكس التزام الدولتين بتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية، ومن خلال تبني استراتيجيات مشتركة وتبادل الخبرات يمكن للدولتين مواجهة التحديات المناخية والبيئية بفعالية، مما يسهم في تحقيق مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة، التفاصيل مع الزميلة شروق عماد الدين، تفضلي شروق. شكرا لكما إلهام وأميرة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. استضافت مصر فعاليات منتدى الأعمال المصري البريطاني لبحث ضخ استثمارات بريطانية جديدة في مجال البنية التحتية، وذلك بحضور 30 شركة بريطانية. وشهد المنتدى تخصيص جلسات ثنائية مباشرة بين الشركات البريطانية والمصرية والمسؤولين الحكوميين من البلدين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال وتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة. ومن المنتظر أن يسهم المنتدى في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمارات البريطانية إلى الاقتصاد المصري والتي تجاوزت حاجز ملياري دولار في العام المالي الماضي 2022-2023، هذا بالإضافة إلى تعديد التوافق بين أهداف الاستثمارات البريطانية وأولويات التنمية في مصر. وفي سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.853 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 27264 نقطة، كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 56% ليغلق عند مستوى 6143 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 93% عند مستوى 8890 نقطة. في أسواق البترول العالمية، واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع ترقب المستثمرين القراءة الشهرية لمقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الجمعة القادمة. وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على الوقود خلال فصل الصيف، صعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 86.4 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 81.76 دولار للبرميل. أيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 95% لتصل إلى 2.51 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.3% لتسجل 2.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن مدير الصندوق أوبك للتنمية عبد الحميد الخليفة تخصيص 20 مليار دولار لدعم التنمية خلال السنوات الست المقبلة. وأكد مدير الصندوق خلال افتتاح منتدى أوبك للتنمية في فيينا أن تحديات التنمية واسعة وعديدة في مختلف دول العالم، خاصة أن الملايين يفتقدون احتياجات الكهرباء والتعليم الأساسية. كما أشار مدير صندوق أوبك إلى أن تغير المناخ زاد من مصاعب التنمية، مؤكدا أن الصندوق يواصل تمويل مشروعات التنمية
في العديد من الدول. انتهت جولتنا الاقتصادية، ومن جديد عودة إليكم إلهام وأميرة. شكرا لك شروق. وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. إليكم تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالعمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء تماما في أقرب وقت ممكن. مدبولي يؤكد الالتزام بخطة إنهاء انقطاع التيار الكهربائي بنهاية العام، ويعرب عن اعتذار الحكومة عن مشكلة انقطاع الكهرباء. الصحة العالمية تقول إن إغلاق معبر رفح حال دون إجلاء 2000 مريض على الأقل من غزة، والأونروا تشدد على ضرورة خروج الأطفال للعلاج. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.